الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله المطلع على ظاهر الأمر ومكنون، العالم بسر العبد وجهره وظنون، المتفرد بإنشاء الكون وإبداعه وفنون، أحسن كل شيء خلق، وفتق الأسماع وشق الحدق، وأحصى عدد ما في الأشجار من ورق، مد الأرض ووضعها ورفع السماء وأوسعها وسير النجوم وأطلعها، فأحمد حمد الحامدين وأشكره شكر الشاكرين وأذكره ذكر الذاكرين، فلا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا ومربينا أبا القاسم محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، احن اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته يا رب العالمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. خير ما أوصي به نفسي وإياكم تقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، إن من جملة الإيمان بالله عز وجل الإيمان بأنبيائه ورسله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم جملة وتفصيلا. فمن آمن بالله عز وجل ولم يؤمن برسله جميعا فليس بمؤمن، بل إن من كفر بواحد من رسل الله تبارك وتعالى فقد كفر بهم جميعا وكفر بمن أرسلهم وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك من لوازم الإيمان بالله عز وجل أن نتعرف على رسل الله، على أسمائهم، على أخلاقهم، على سيرهم وحياتهم، إذ كيف تؤمن بمن لا تعرفه؟ من هنا ومن هذا المنطلق سنستمر في التعريف بنبي من أنبياء الله عز وجل من أولي العزم من الرسل، ألا وهو عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا قد تحدثنا ووعدنا في الجمعة قبل الماضية، تحدثنا عن ولادته عليه السلام وتلك المعجزة الكبرى التي تدل على عظمة الخالق وقدرة الخالق سبحانه وتعالى على فعل الأشياء، وأن أمره بين الكاف والنون، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ونريد أن نتعرف عليه أكثر. الكل يعرف عيسى عليه السلام، ولكن كثير من المسلمين يعرفونه معرفة سطحية، أو ربما بعض المسلمين يفهم سيرة عيسى فهما مغلوطا، ولذلك وجب علينا أن نصحح الأفهام، لأن هذه القصة وردت في كتاب الله تكرارا ومرارا، فوجب علينا أن نأخذ هذه القصة وأن نتعرف على نبي الله وعلى جميع الأنبياء. كيف نتعرف على الأنبياء؟ نتعرف على أنبياء الله من كتاب الله، نتعرف على أنبياء الله بما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ورد على لسان رسول الله أو في القرآن الكريم من ذكر للأنبياء مجملا
آمنا به مجملا وما ذكر أو ما ذكر لنا في كتاب الله أو على لسان رسول الله مفصلا آمنا به مفصلا وهكذا نتعرف على أنبياء الله تبارك وتعالى. سنتطرق إلى حياة عيسى عليه السلام، إلى بعثته، إلى معجزاته التي أيده الله تبارك وتعالى بها، إلى انقسام الناس فيه، إلى الشبه التي تثار حول عيسى عليه السلام والتي قد تؤثر على أبنائنا وبناتنا، إلى رفعه إلى السماء، إلى نزوله في آخر الزمان. هذه كلها أمور ينبغي أن نتوقف عندها وأن نتطرق إليها. بعد ولادة عيسى عليه السلام ظل وهو لا يزال في المهد يدعو إلى التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى منذ البداية، منذ اللحظات الأولى من مولده، منذ الساعات الأولى وهو يدعو إلى توحيد الخالص، التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. قالها أول كلمات خرجت من فمه: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فظل يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وهو لا يزال في المهد مصاحبا لأمه، بارا بأمه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، حتى بلغ مبلغ الرجال. فلما بلغ 30 عاما كما ورد في كتب السير، لما بلغ 30 عاما نبئ عيسى عليه السلام ونزل عليه الوحي من السماء وبدأ يدعو قومه إلى التوحيد، بنو إسرائيل، إلى التوحيد الخالص لله. وكانت دعوته امتدادا لدعوة موسى عليه السلام، لأنه جاء بعد موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأنزل الله تعالى عليه كتاب الإنجيل، هذا الكتاب فيه أحكام وشرائع تختلف على الأحكام والشرائع التي كانت في عهد موسى عليه السلام في التوراة. كان في هذا الكتاب في الإنجيل تخفيف على بني إسرائيل مما في التوراة من الآصار والأغلال التي فرضت عليهم، ولهذا قال الله تعالى على لسان عيسى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وفي آية أخرى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فجاء فيها تخفيف لما كان في شريعة موسى عليه السلام. هنا أخذ الناس موقفا من عيسى عليه السلام عندما بدأ يدعوهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده. فقسم من الناس اتبع عيسى عليه السلام، ولكن القسم الأكبر وهم اليهود رفضوا دعوته وكذبوه وآذوه وعاندوه وطالبوه بالمعجزات تلو المعجزات، وتمسكوا بعقيدة أو بشريعة موسى المحرفة التي حرفت وبدلت بعد ذلك، فطالبوا بالمعجزات تلو المعجزات. فأيد الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام بمعجزات كثيرة وخوارق فيها عبرة تدل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى. أول هذه المعجزات ولادته، أنه ولد من غير أب، وهذا شيء معجز، شيء مبهر. والمعجزة كما عرفها العلماء هي الشيء الخارق الذي يتجاوز العقل والمنطق، شيء لا يقبله العقل ولا المنطق. هذا هو معنى المعجزة، شيء يتجاوز حدود العقل والمنطق، شيء خارق لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله أو أن يتوقعوه أو أن يصلوا إلى عقولهم وأفهامهم وأذهانهم. فهذه هي هذه المعجزة. فولادة عيسى من غير أب شيء معجز لا يقبله العقل ولا المنطق. أيضا من المعجزات التي أيده الله تعالى أنه تكلم في المهد، وهذا شيء لا يحدث ولم يحدث في التاريخ إلا 3، مع عيسى عليه السلام ومع كما ورد في كتب السير
مع شاهد يوسف عليه السلام ومع جريج عابد بني إسرائيل. فهذا حدث في التاريخ. فعيسى عليه السلام تكلم في المهد منذ الساعات الأولى ودعا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه آية ومعجزة تدل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى. من المعجزات التي أيد الله تعالى بها عيسى عليه السلام والتي طالبه بها بنو إسرائيل أنه كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ومن المعجزات أنه كان يشافي الناس، كان يداوي أدواء لا يستطيع الأطباء لا في العهد القديم ولا في العهد الحديث على معالجتها، على إبراء الأعمى والأبرص، فما كان يستطيع أحد ولم يستطع أحد إلى يومنا هذا. فهذه من المعجزات التي أيده الله تعالى بها. بنو إسرائيل كانوا يأتوا إلى عيسى واليهود ويقولون له نريد أن تخلق لنا طيرا، وطالبوه بطائر الخفاش كما ورد في كتب السير أن يخلق لهم طيرا. فعيسى عليه السلام كان يأخذ العجينة من الطين ويشكل هذا الطائر ثم ينفخ فيه بإذن الله سبحانه وتعالى فيتحول إلى طائر، طائرا يطير أمامهم، فإذا ما غاب عنهم سقط على الأرض ومات ولا يختلط بخلق الله تبارك وتعالى. هذه معجزة مبهرة أبهرت العقول، بل جعلت البعض من بني إسرائيل بالغوا في عيسى عليه السلام حتى وصلوا به إلى درجة التألم لما حدث له من معجزات مبهرة. أيضا كان يأتوا إليه بالأعمى فيمسح على عينيه فيعود بصيرا، كان يأتوا إليه بالأبرص فيمسح على جلده فيعود إليه جلده الطبيعي، وهكذا آيات باهرات. والمعلوم أن الله تعالى يؤيد أنبياءه بآيات ومعجزات مما كان عليه قوم. فإذا اشتهر قومه في مجال من المجالات وأبدعوا فيه ووصلوا إلى القمة أرسله، أيد الله تعالى نبيه بمعجزة تتجاوز حدود قومه، تتجاوز ما هم عليه، تتجاوز ما يتفاخرون به. في عهد عيسى عليه السلام اشتهر الناس بالطب والعلوم ووصلوا إلى مرحلة متقدمة، فأيد الله تعالى عيسى عليه السلام بما عليه قومه فتجاوز بتلك المعجزة ما كانوا يتفاخرون به من العلوم ومن الطب وغيرها. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تفاخر العرب بالفصاحة والبلاغة والأدب والشعر وغيرها، فجاء القرآن الكريم فتجاوز كل ذلك. في عهد موسى عليه السلام اشتهروا بالسحر والكهانة وغيرها وأبهروا عقول الناس بذلك، أتوا بسحر عظيم، فأيد الله تعالى موسى عليه السلام بما يتجاوز ما كان عليه قومه، بنفس ما كان عليه قومه. وهكذا كل نبي من أنبياء الله يؤيده الله تعالى بما يتجاوز حدود قومه. من المعجزات التي أيد الله تعالى بها عيسى عليه السلام أنه كان ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، أي وهذا في علم الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الله أو يطلع عليه من يشاء من عباده، فالغيب لله وحده. فكان ينبئهم عيسى بما يأكلون في يومهم وما يدخرونه لغدهم، وهكذا بعلم الله وبإذن الله تبارك وتعالى. من المعجزات التي أيد الله تعالى عيسى عليه السلام هي نزول المائدة من السماء. طلب بنو إسرائيل من عيسى عليه السلام أن ينزل عليهم مائدة من السماء، إذ قال الحواريون عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فالمائدة هي الخوان عليه الطعام التي يوضع عليه الطعام. وقال بعضهم أنهم طالبوا عيسى بذلك لحاجتهم إلى الطعام ولشدة فقرهم ولشدة عوزهم، فطالبوا عيسى بأن ينزل عليهم مائدة، ولكن قال عيسى لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي لا تسألوا الله ذلك فتحدث الفتنة، ولكن اسعوا في طلب الرزق، اطرقوا الأبواب
اسعوا في الأرض إن كنتم مؤمنين بأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. فأصروا على المائدة وقالوا نريد أن نأكل منها، نريد أن نأكل منها، أي نحن بأمس الحاجة إليها. وتطمئن قلوبنا إذا شاهدنا نزولها من السماء رزقا، ونعلم أن قد صدقتنا، أي نزداد إيمانا بك وبرسالتك وبنبوءتك، ونكون عليها من الشاهدين، نشهد أنها آية من عند الله تبارك وتعالى. فهنا دعا ربه عيسى عليه السلام وقال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. قال السدي تكون عيدا لنا لأولنا وآخرنا، قال اليوم الذي نزلت، أي نتخذ اليوم الذي نزلت فيه هذه المائدة عيدا لنا ولمن أتى بعدنا. وقال سفيان الثوري قال يوم نصلي فيه لله تبارك وتعالى. وآية منك، أي دلالة على قدرتك على فعل الأشياء وإجابتك للدعاء، هذا هو معنى الآية. وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم، أي يكذب بهذه الآية بعد نزولها ويعاندها، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فأنزل الله تعالى هذه المائدة، جلت قدرته، ولا ندري كيف نزول المائدة أو الطعام، ماهية الطعام الذي وضع فيها، لأن ذلك لا طائل تحته، ولكن نعلم علم اليقين أن الله تعالى بقدرته أنزل هذه المائدة، وأنزل فيها طعاما وفيها حكمة بالغة على قدرة الله سبحانه وتعالى على فعل الأشياء. هكذا أيد الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام بهذه الآيات البينات الواضحات، وانقسم الناس فيه بعد ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا أبا القاسم محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله ومن سار على نهجه ودربه واستنى بسنته واهتدى بهدى إلى يوم الدين. أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، بعد هذه الآيات الواضحات البينات انقسم الناس في عيسى عليه السلام، فقسم عادوه معاداة صريحة واضحة، وناصبوه العداء، ووقفوا له كل مرصد، وهم اليهود، وتمسكوا بشريعة موسى التي حرفت بعد ذلك، ووصل بهم الأمر إلى الكيد لقتله، وطائفة أخرى بالغوا في عيسى عليه السلام وغلوا فيه، ووصل بهم الأمر إلى تأليهه وإلى قولهم أنه ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقسم ثالث اتبعوه واتبعوا ما جاء به عيسى عليه السلام، وهم الحواريون. فقال الله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي حواري وحوارية، الزبير ابن العوام. فهكذا انقسم الناس في عيسى عليه السلام. إن شاء الله عز وجل إن أحيانا الله تعالى وإن فتح المسجد في الجمعة القادمة، في المسجد في الجمعة القادمة، نتناول وإياكم بقية قصة عيسى عليه السلام، كيف كاد له اليهود، كيف وصل بهم الأمر، كيف أغروا ذلك الملك الكافر على قتله، وكيف أفعل أو جعل الله تعالى شبيهه، وكيف رفع إلى السماء، وكيف سينزل في آخر الزمان، والشبه التي تدور حول عيسى عليه السلام، والتي نحتاجها في حياتنا وفي عقول أبنائنا وبناتنا. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين.
وصلي على محمد في كل وقت وحين يا رب العالمين. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وتول أمرنا واقض ديوننا واشف أمراضنا وأصلح أحوالنا وتجاوز عنا وعن سيئاتنا وخطايانا. اللهم تجاوز عنا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا بحصائد ألسنتنا ولا بما فعله السفهاء منا يا رب العالمين. ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. واضرب بنا فيما جرت به المقادير يا سميع الدعاء يا عظيم الرجاء يا كريم العطاء يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اجعلنا في رضاك وأكرمنا بتقواك ولا تحرمنا يوم القيامة من رؤياك يا رب العالمين. فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وارحم الضعفاء والمساكين واليتامى والأيامى والحيارى والثكالى والمشردين والنازحين. وعليك اللهم بمن استهان بدماء المسلمين. اللهم عليك بمن استهان بدماء المسلمين. اللهم عليك بمن استهان بحرمات المسلمين. اللهم عليك بمن سفك دماء المسلمين في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي كل أرض وبلد يا رب العالمين. اللهم عليك بمن استهان بحرمات المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. آمين اللهم آمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.